سر الصفارة بيتربط بالثلاث دقائق اللي بتختارهم من عمرك. تفكر فيهم زين، تسفر وترجع. وانت وشطرت، وانت وشطرت. خلاص بقى يا شيخ لبلوب، ما انا فاكر وانا كنت لسه معاك من شويه. انا عارف انا هرجع لاني ثلاث دقايق بالظبط. اغث البنات يا اخوانا بقى، مش ناقصين لخبطه والله العظيم، يعني احترموا اللحظه. انا عارف انا هرجع لاني ثلاث دقايق بالظبط. انا رجعت. ايه ده؟ في انا رجعت. ده هي دي الحفله دي؟ ست سنين. شعري حبيبي كان وحشني قوي. ولا الصفاره اشتغلت؟ صفاره ايه يا بيبي؟ اهدى بس، اهدى. مفيش حاجه. أبي، أنا كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة كبيرة. مش وقته، الصفارة اشتغلت وبطني كمان اشتغلت. فكرة صوت الخناقة ده والله العظيم هيغطي علينا. لا لا، دي مش الخناقة، دي بطني. لكن مفيش حمام على مين؟ أنا هتزنق دلوقتي أحسن ما تزنق السنين اللي جاية كلها.